دعونا الآن نقوم بإنتاج أول برنامج لنا باستخدام الدلفي. من الشائع والمتعارف لدى الجميعين في أي مشاهدة أي كورس أول شيء تقومون به وهو عمل برنامج أو تطبيق هلو وورد، لكن نحن بما أننا في منصة ويندوز لا نريد أن يكون هذا هو التطبيق. التطبيق سيكون كالتالي: نقوم أولا بإنتاج تطبيق جديد، سنذهب إلى فايل نيو. كما ترون تظهر لنا مجموعة من الاختيارات ما يمكن إنتاجه بالدلفي. طبعا نحن سنختار VCL Form Application، وتوجد أيضا كما لاحظتم Multi Device Application، الأولى خاصة بالويندوز فقط، VCL Form Application خاصة بالويندوز فقط، أما الملتي ديفايس أبليكيشن فهي المخصصة للويندوز بنواتيه والأندرويد والماك أو إس والآي أو إس. طبعا توجد أخرى كثيرة ما يمكن إنتاجه بالدلفي، توجد الكثير أندرويد سيرفيس، يمكنك أيضا عمل كونسول أبليكيشن. لم أريد أن يكون التركيز على الكونسول أبليكيشن هو أول شيء نقوم به. طبعا لو كنا على الكونسول سيكون الأمر ممل بالنسبة للكثيرين، لا يحبذون استخدام الكونسول أبليكيشن حتى ولو كانت التعلم بها يعني سيكون أسهل، أو يعني سيكون مثل الأكاديمية أو مثل المدرسة يعلمونهم على الكونسول أبليكيشن، لكن لا، فال VCL Form Application أو التي تعتمد على النماذج مباشرة هي أفضل حل لك عندما تدخل إلى برمجة كمبتدئ أو كهاوي ولست مرغما على تعلمها، بل تريد تعلمها لأنك تريد تعلمها. VCL Form Application كما ترى هذه هي التي ظهرت لنا. هذا هنا النموذج الخاص بنا، أو كما يمكنك في البداية إذا لم تكن لديك أي خلفية أو أي معرفة بالبرامج أو برمجة، وهذا ما نقوم باعتبارك على أنك هو، فستقوم بتسمية هذا برنامج. هذا العنوان الذي يوجد هنا تقول هذا هو اسم البرنامج، وهذه هي الأزرار، كل شيء يتم إنتاجه تلقائيا. طبعا هذا هو من خصائص VCL Form Application، فهو يعد لك هذا القالب لتستخدمه مباشرة وتعمل عليه وتضع فيه المكونات وكل الأشياء وتعدل عليه كما تريد. الآن سنقوم بحفظ التطبيق الخاص بنا أو المشروع الخاص بنا. سنذهب إلى هنا، سيتم حفظه تلقائيا في My Project في مجلد موجود في الدوكيمنت. سنقوم بوضع مجلد نسميه نقوم بحذف هذا المجلد وحذف هذا، نقوم بعمل مجلد جديد نقوم بتسميته My First Project هكذا بهذا الشكل. سنقوم بتسمية الوحدة، أنتم لا تعرفون ما هي الوحدة، دعونا منها الآن. سنقوم إذا كنت تريد أن تعطي لها تعريفا كشخص مبتدئ لا يعرف أي شيء عن البرمجة، فستسميها الشاشة الأولى، لكن ليس اسمها بل اسمها التعريفي أثناء البرمجة. ما هو اسمها؟ سنقوم بتسميتها My main form. ستقوم بتسميتها بهذا الشكل مثلا، save، ثم اسم البرنامج هنا أو اسم المشروع سنقوم بتسميته My first application. سنقوم بالحفظ بهذا الشكل. كما ترون تم تغيير My main form وهنا My first app، تغييرها تلقائيا في كما ترون في البروجكت مانجر مدير المشروع. هذه هي هنا كما ترون. سنقوم الآن بإنتاج تطبيق خاص بنا، أضغط على الزر هذا هنا Run Without Debug، هذا الزر أيضا يمكنكم سنعود الآن يمكنكم الضغط عليه من هنا. Run Without Debug هي أسرع، وهذه هنا Run مع التنقيح. التنقيح هو شيء لا تفهمه أنت حاليا، لذلك لن نركز عليه، فقط سنقوم بالتركيز على أنه يمكنك إنتاج التطبيق بالضغط على F9 أو Shift Control F9 أو زرين Run أو Run Without Debugging.
يمكنك الضغط عليهما لإنتاج التطبيق، وهذا هو أول تطبيق لك. كما ترى كل شيء مجهز فيه في قالب برمجي وفي قالب تطبيق ويندوز عادي. كما ترى كل شيء مهيئ فيه، لا تتعب نفسك في أي شيء من الأوامر الأولى. لا نريد أن يكون فيه أي شيء هذا التطبيق بهذا الشكل فارغ أو عبارة عن حاوية فارغة. أول شيء ستتسأل عنه الآن هو أين أجده، التطبيق التنفيذي UXE. سنذهب إلى this PC حاسوب، ثم سنذهب إلى الملف document، ثم Embarcadero studio، ثم project، ثم نختار my first project. كما ترون هذه الملفات التي ظهرت هنا، الملفات التي نعرفها وهي my first app. يوجد اثنان منها وهي الخاصة بالمشروع، ويوجد my main form. هذا هو هنا Delphi source file، وتم إنتاج أيضا واحد آخر بنفس الاسم للنموذج. والآن التطبيق ستجدونه داخل هذا المجلد. الآن لا تريدون الدخول في التفاصيل أو غمار التفاصيل هذه، سنقوم فقط بتعريفها سطحيا. الوين 32 وهو البيئة التي أشتغل عليها، وتم إنتاج التطبيق على هذه النواة والويندوز، النواة 32 البيئة ويندوز. ديباج، وهنا my first app كما ترون هو عبارة عن في التايب هو عبارة عن application، والامتداد الخاص به هو exe. هذا هو كل ما تريدون أن تعرفوه، هذا هو التطبيق الخاص بكم، قمتم بإنتاجه. الآن لا يوجد أي شيء آخر يجب أن تعرفوه من التفاصيل الأخرى التي ستعرفون عليها في باقي دروس الكورس، وستعرفون عليها حين الوقت، لأنه إذا قمنا بالتعرف عليها الآن فأنت لن تفهمها، هذا أمر مؤكد، لأن هذا الكورس وكما قلت ليس عبارة عن documentation أو عبارة عن دليل للمبرمجين السابق الذين يريدون العودة إلى شيء ما، بل هو عبارة عن دليل ومدخل للمبتدئ الذي لا يعرف أي شيء في هذا المجال. طبعا مع التقدم في هذا الكورس سنبدأ بالتعرف على المفاهيم وكيف تسير وكيف تعمل.